بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أنا اسمي محمد عبد المتعال، مدرس أمراض الدم. عايزين نركز بقى يا شباب، وإذا حد نايم يبتدي يصحصح الجزء بتاع الهيموليسيس. جزء يبدو في الكتاب نوعا ما إن هو كبير شوية، لكن هو هنيجي نسمبليفاي أز ماتش أز وي كان، وخصوصا يا دكاترة ان يعني انا تقريبا اغلب السلايدز جايبها من الكتاب بالظبط، فمش هيبقى عندكم مشكله قوي في السلايدز. هيبقى في بس المطلوب ان حضراتكم تتابعوا معايا بس ترتيب المعلومات جاي ازاي وازاي مبنيه على بعضها. يعني ببساطه انا عايز اديكم فكره كده بسيطه، قضيه الهيموليسيس دي تطلع ايه عموما. بصوا، لو احنا افتكرنا كده ان ده هو البون مارو، المصنع اللي بتتصنع فيه الار بي سيز. احنا دلوقتي هنتكلم عن فكره الهيموليسيس، ايه قضيه الهيموليسيس دي. فده المصنع، واحنا خدنا زمان في الهيستولوجي ان الار بي سيز دي بتتصنع من خلال طريق طويل كده. الخلايا فيه بتبقى في الاول كبيره في الحجم ومليانه اورجانيلز وما فيهاش هيموجلوبين، وبعدين تقعد بقى اثناء الماتوريشن والديفرنشيشن بتاعها تصغر في الحجم وتلوز الاورجانيلز دي، والهيموجلوبين يبتدي يتكون. كل ده برضو ما يعنيناش، دي ده خطوات تصنيع جوه المصنع، مش هتفرق معايا دلوقتي خالص. انا اللي يهمني ان المصنع ده اما بيبتدي يخرج المنتج النهائي اللي طالع منه اسمه ريد بلاد كورباسلز او ريد بلاد سيلز، بلاش كلمة كورباسلز عشان يعني هنقول تعليق عليها لاحقا. ريد بلاد سيلز ده الار بي سيز، هو ده المنتج اللي طالع. ده كان تصوري انا، واكيد ده تصور حضراتكم، ان هو البومرو بيطلع ار بي سيز. لا، انا عايز اقول لكم بقى ان هو مش بيطلع ار بي سيز اللي هو المنتج الكامل بس، لا، ده احيانا بيطلع منتج غير كامل التصنيع، يعني استعجل عليه شويه في طلوعه، اسمه الريتيكولوسايتس. ولذلك الريتيكولوسايتس دي ليتر اون بتكمل تصنيعها في البريفرال سيركيوليشن وتوصل للماتيور ار بي سيز. فالنخاع بيطلع المنتج النهائي اللي هو الار بي سيز، وبيطلع معاه المنتج اللي هو يعني تقدر تسميه ما قبل النهائي، او اللي هو الريتيكولوسايتس. والاثنين دول بيقعدوا في السيركيليشن 120 يوم. الريتيكولوسايتس بتتحول بعد كده ليتر اون لار بي سيز، تقعد في السيركيليشن 120 يوم. التحويل بتاع الريتيكولوسايتس الار بي سيز بيبقى انسايد ذا بريفرال سيركيليشن، تقعد 120 يوم، وبعد كده تروح للريتيكولو اندوثيليا سيستم اللي هو اشهر مكان فيه السبلين او الليفر، وبعد كده تبقى تتكسر. ده اللايف سبان بتاع الار بي سيز، اتصور محدش فينا عنده مشكله فيها، وحاجه بسيطه جدا كلنا نفهمها. طيب انا عايز اعرف بقى في ضوء الكلام اللي انا قلته ده، اللي هي الموضوع ما بين مصنع وما بين بريفرال سيركيوليشن وما بين ريتيكولو اندوثيليا سيستم، ايه هي الهيموليسيز؟ الهيموليسيز از ريجرد الخطوه الاولى بتاعه التصنيع، ما عندناش مشكله خالص خالص مطلقا، ويطلع ار بي سيز ويطلع ريتيكولوسايتس وتقعد في السيركيوليشن. لكن الهيموليسيس بقى يا دكاتره هو ان اللايف سبان بتاعت الار بي سيز في السيركيوليشن ما تبقاش 120 يوم، تبتدي تقل عن 120 يوم. ايه ده؟ يعني تبقى كام يعني؟ ممكن تبقى 100 يوم، 90 يوم، 80 يوم، كل ده اسمه هيموليسيس. ليه ده هيموليسيس؟ لان هيموليسيس باي ديفينيشن از ديكريزد لايف سبان اوف ار بي سيز. فاي ديكريز لللايف سبان اوف ار بي سيز عن 120 يوم هيبقى اسمه هيموليسيز. لكن السؤال اللي بيفرض نفسه بقى، هو كل هيموليسيز ممكن يعمل لي انيميا؟ الاجابه لا، لان في ديكريز لللايف سبان اوف ار بي سيز يبقى ديكريز بسيط وما يبانش، والنخاع بيصنع ار بي سيز وريتيكولوسايتس بزياده وانت حضرتك ما تحسش اصلا ان في انيميا. اي ديكريز في اللايف سبان اوف ار بي سيز عن ال 120 يوم should be considered hemolysis. لكن في رقم لازم نحفظه كويس جدا ونفهمه كويس جدا، ان اللايف سبان اوف ار بي سيز لما بتقل ل 100 يوم، 90 يوم، 80 يوم، 70 يوم، 60 يوم، البومرو بيزود الكومبنساتوري اكتيفيتي بتاعته بحيث ان انت ما تحسش برضو ان فيه هيموليسيز، لحد ما يوصل الهيموليسيز عند 40 يوم. الرقم ده عند 40 يوم بقى يا دكاتره يبتدي البومر يقول لك لا، هو الموضوع كده شكله يعني في مشكله كده. 40 يوم الار بي سيز تتصنع ما تقعدش 40 يوم في السيركيليشن، والريتيكولو انسيليا سيستم يكسرها. في الحاله دي البومرو شغال بزياده برضو، بس لا، تبتدي عند 40 يوم
يبقى الهيموليسيز ازيد من الاكتيفيتي بتاعه البون مارو. في الحاله دي الدكاتره يبتدي يظهر الانيميا. ف هيموليسيز مينز ديكريزد لايف سبان اوف ار بي سيز، شورتند لايف سبان اوف ار بي سيز. But this, if this is inside the compensatory mechanism of the bone marrow, the compensatory activity بتاعته مش هيظهر انيميا. تبتدي تظهر انيميا لما يكون الهيموليسيس زايد قوي 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 قوي، يعني عدى ال 40 يوم شورتنينج لللايف سبان اوف ار بي سيز، يوم البون مارو يقول لك اه انا بشتغل بزياده بس مش للدرجه دي، انا هعمل ايه يعني؟ مش هقدر اشتغل اكتر من كده. ففي الحاله دي يبتدي يظهر ديفكت في البريفيرال سيركيوليشن. طيب انا عايز اعرف، هنعرف منين بقى ان البون مارو بيشتغل بزياده؟ اه تيجي قيمه بقى المنتج اللي انا قلت لحضرتك ان البون مارو بيخرجه. انا قلت البون مارو بيخرج ايه يا دكاتره؟ بيخرج ار بي سيز المنتج الكامل، وبيخرج ريتيكولوسايتس اللي هو منتج غير كامل التصنيع بس بيخرج بنسبه بسيطه جدا. لما يبتدي البون مارو يشتغل بزياده قوي 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 قوي، يبتدي المنتج غير كامل التصنيع اللي كان البون مارو بيستعجل في خروجه ويطلع نسبة بسيطة منه، لا هيبتدي يطلع منه بكتير قوي. اقوم ابص الاقي الريتيكولوسايتس بدأت تزيد في البريفرال بلاد. ايه السر في زيادة الريتيكولوسايتس؟ ان البون مارو بقى هايبر اكتيف، فبدأ يستعجل ويطلع مش الماتيور، ده بيطلع من الاماتيور فورمز بكتير قوي. ده انا عايز اقول لكم معلومة وهنبقى نعرفها بعد كده، ده ممكن البون مارو يطلع اللي قبل الريتيكولوسايتس كمان، اسمها نورمو بلاست. يا نهار ابيض، اه ممكن يعني مش يطلع المنتج الكامل ولا المنتج الغير كامل التصنيع شويه اللي هو بعد كده بيتحول لار بي سيز اللي هو الريتيكولوسايتس، ده يطلع كمان المنتج اللي ورا لسه اللي هو غير كامل التصنيع، بس هنقول ده يعني لاحقا ان شاء الله. ففهمنا يعني ايه هيموليسيس؟ يعني ديكريز لايف سبان. الانيميا تظهر لو بدات اللايف سبان دي تقل عن. طب تعالوا معلش نشوف بقى، هتبقى مايلد انيميا. تعالوا نشوف نفس السيناريو لو اللايف سبان بقت 20 يوم. يا نهار 20 يوم، اللي بتقعد 120 يوم تبقى بس 20 يوم في البريفرال سيركيليشن. اه اتفرج بقى ايه اللي هيحصل. هتبص تلاقي كل الريتيك والار بي سيز لما بتروح للريتيكولو اندوثيليال سيستم وتتكسر، هتبص تلاقي البون مارو بدأ يشتغل بزيادة جدا 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 جدا، وبرده مش عارف انه يوفي ده 20 يوم من 120 يوم. فيبتدي هنا يظهر بقى الاوفر تانيميا. اذا باختصار يا دكاترة، خلاصة السلايدز الثلاثة اللي فاتوا دول، هيموليسيز مينز ديكريزد لايف سبان اوف ار بي سيز، انيميا ابيرز هون لايف سبان اوف ار بي سيز از ليس ذان 40 دايز وبتبقى مايلد انيميا، over the anemia appears when life span of RBCs become less than 20 days. هنا تظهر الاوفر. خلوني اقول برضو كلمه جميله كده، وهي انه شفتوا انا شرحت لحضراتكم ان الموضوع يتلخص ما بين البون مارو والبريفرال بلاد والريتيكال انسيا سيستم، لكن انا عايز اقول هنا يعني معلومتين. المعلومه الاولى الانيميا، ان احنا ممكن يكون عندنا هيموليسيز من غير انيميا، ودي تقريبا حضراتكم عرفتوها خلاص، اللي هي فيها البون مارو بيبقى هايبر اكتيف مور ذان 8 فولدز عشان يغطي الهيموليسيس. ده لو كان الهيموليسيس قبل اللايف سبان اقل من اكتر من 40 يوم، 50 يوم، 60 يوم، 70، يقدر البون مارو ان هو بالهايبر اكتيفيتي يقدر يكمبنسيت. ففي ده تيرم اسمه هيموليسيس وزاوت انيميا، ده سهل جدا. بيحصل هيموليسيس 70 دايز، 80 دايز، 100 دايز للايف سبان اوف ار بي سيز، والبوم مارو بيبقى هايبر اكتيف بوم مارو مور ذان 8 فولدز، فبالتالي ما بيظهرش انيميا، يبقى عنده هيموليسيز من غير انيميا. لكن في تيرم تاني عايزين نحفظه كلنا اللي هو اسمه هيموليسيز وزاوت جوندس، لان احنا كلنا عارفين ان الاند برودكتس بتاع تكسير الهيموجلوبين ده بيطلع البيليروبين اللي هو اسمه اندايركت بيليروبين، وده بيروح الليفر يعمله كونجوجيشن ويز جلوكورونيك اسيد ويبقى اكسكريتد، وبعد كده دوت اسمه الدايركت بيليروبين. فاللي بيزيد في الهيموليسيز هو الاندايركت بيليروبين، فبرضه كان متبادر للذهن كده ان كل هيموليسيز يبقى معاه جوندس، لكن انا عايز اقول لحضراتكم ان حتى ده ما بيحصلش، لان الليفر برضه يقول البون مارو مش احسن مني، انا هقدر اكمبنسيت الاندايركت بيليروبين الكتير اللي جاي ده لاني هزود الاكتيفيتي بتاعتي 10 فولدس عن النورمال، بحيث ان يحصل لك الهيموليسيز وما يبانش فيه جوندس. بصوا بقى خلاصه السلايد دي، كلمتين اتنين جمال قوي. هل يا دكاتره في هيموليسيز من غير انيميا؟ الاجابه نعم،
لو كان اللايف سبانه في ار بي سيز زياده عن ال 40 يوم يعني 50 60 70 طبعا هيبقى اقل من 120 يوم عشان يبقى باي ديفينيشن فيه هيموليسيس. وفي نفس الوقت البومرو هايبر اكتيف لانه بيقدر يشتغل بزياده اب تو 8 فولدز فيحصل هيموليسيس من غير انيميا. طب هل تعرفوا يا دكاتره هيموليسيس من غير جوندس؟ الاجابه نعم، لما الليفر بيكومبنسيت الاندايركت بليروبين الزياده اب تو 10 فولدز بحيث ان انت ما يحصل لكش جوندس. اللي بيحصل له جوندس من الهيموليسيس ده شخص كان وانيميا، ده شخص الهيموليسيس عنده كان زياده جدا beyond the compensation of bone marrow and beyond the compensation of the liver. ممكن كده يا دكاترة يزيدوا، معلش عذروني، ممكن كده الاسبلين يزيدوا في الهيموليسيز عشان هم جزء من الاكسترا ميدالر اريثروبوسيز. اه طب يبقى كده الليفر والاسبلين لما بيزيدوا في الهيموليسيز هم بيزيدوا عشان هم جزء من الريتيكول انسيريال سيستم في الاكسترا ميدالري في الاكسترا فاسكولار هيموليسيز، ولا بيزيدوا عشان هم جزء من الاكسترا ميدالر اريثروبوسيز يعني هم مصانع قديمه؟ هم بيزيدوا عشان الاثنين. لو واحد عنده اكسترا فاسكولار هيموليسيز هتلاقي الليفر كبير والاسبلين كبير لانه مكان تكسير ولانه مكان تصنيع، وده من المفارقات الغريبه في الطب. يعني الاسبلين في الوقت ده يا دكاتره معلش انا مش عارف بقى هو بيكسر ولا بيصنع ولا وضعه ايه، بيعمل الاثنين، بيصنع لانه جزء من الاكسترا ميدالر اريثروبوسيز ده جزء من كان مصنع تصنيع قديم، ولما بقى فيه تكسير زايد والنخاع زاد شغله 8 اضعاف بدا يرجع للمصنع القديم كمان يصنع معاه، وفي نفس الوقت بيكسر لو التكسير اكسترا فاسكولار. هقول ده دلوقتي بشيء من التفصيل. النقطه الثانيه طبعا ان الليفر ممكن يحصل هيموليسيس وزود جوندس، دي مش هنكررها ثاني. طيب الميكانيزم بتاعت الهيموليسيس، لو تصورنا ان دي الار بي سيز، في ثلاث حاجات في الار بي سيز ممكن يسببوا ان هي تتكسر ككورباسكولار كوزس. اذا الميكانيزم بتاعت الهيموليسيس ممكن تكون حاجات في الار بي سيز نفسها تسبب انها تتكسر كورباسكولار، او حاجات بره الار بي سيز تسبب انها تتكسر اكسترا كورباسكولار. معلش يعني ايه كورباسكولار كوزس للار بي سيز هيموليسيس؟ اسباب جوه الار بي سيز خلاها تتكسر، يحصل حاجه في الممبرين يبقى اسمها ممبرين ديفكت، يحصل مشكله في الهيموجلوبين يبقى اسمه هيموجلوبين ديفكت، يحصل مشكله في الانزيم يبقى اسمه انزيم ديفكت. اذا اسباب الكورباسكولار كوزس للهيموليسيس ممبرين نوباسي، هيموجلوبين نوباسي، انزيم موباسي. خلاص كده يا دكاتره. وفي اسباب اكسترا كورباسكولار يعني اسباب خارج الار بي سيز. طيب كورباسكولار ممبرينوباسي يعني ايه الديفكتس اللي تحصل في الممبرين؟ بصوا ادي اربعه ديفكت اهو، سفيروسايتوزس، الليبتوسايتوزس، توماتوسايتوزس، باروكسيزمال نوكتورنال هيموجلوبينوريا، هنقولهم كلهم بالتفصيل. هيموجلوبينوباسي اشهر مثال ليها السكل والثلاسيميا، دول مشاكل في الهيموجلوبين تسبب تكسير الار بي سيز. انزيموباسي، انزيم جوه الار بي سيز يبقى فيه ديفكت يسبب تكسيرها زي جي 6 بي دي ديفيشنسي او بيروفيت كاينيز ديفيشنسي بشيء من التفصيل. خلينا بقى نتجه للسبب التاني. لا الار بي سي سليمه تمام بس في حاجات بتكسرها من براها، دي الاكسترا كورباسكولار كوزس. طب معلش يعني ايه اكسترا كورباسكولار كوزس؟ اكسترا كورباسكولار كوزس يا دكاتره يعني اسباب خارج الار بي سي تسبب تكسيرها. طب بصوا حضراتكم فكلنا عارفين زمان الالو اميون انتي بوديز الانكومباتبل بلاد ترانسفيوجن، واحد نقل لواحد ار بي سيز وبعدين ما كانتش من نفس الفصيله، فبعد ما نقل له بشويه اتفاجئ ان بدا عينيه تصفر والبول بتاعه يبقى غامق ويحصل له شيفرنج ويحصل له فيفر وابدومينال بين. كل ده حضرتك لان انت حضرتك لما نقلت من فصائل مش متوافقه الار بي سيز بتاعه الريسيبينت اسمها الو انتي بوديز، ار بي سيز اوف ذا ريسيبينت كسرت انا اسف الار بي سي الانتي بوديز اوف ذا ريسيبينت، قال له انتي بوديز كسرت الار بي سيز اوف ذا دونر، الانتي بوديز اوف ريسيبينت كسرت الار بي سيز اوف ذا دونر، ده نقل الدم الغير متوافق اشهر مثال. وهنا المشكله في الار بي سيز، لا المشكله مشكله اميون، انتي بوديز وقفت للار بي سيز، انت نقلت المكان الغلط قامت اتكسرت في ثواني. وفي اوتو اميون، قال لا اوتو اميون يعني ايه؟ يعني انا مش ناقل حاجة غريبة عليا وبالرغم من كده كسرت الار بي سيز. يعني انا كسرت الار بي سيز بتاعتي ماي اون ار بي سيز بسبب انتي بوديز بتاعتي برضو ماي اون انتي بوديز.
فده معلش هقوله برضو بشيء من التفصيل. اذا اللي قال له اميون، لا ده انا كسرت ار بي سيز بسبب انتي بوديز عندي انا لار بي سيز غريبه فكسرتها جوايا. سهله دي. الاوتو اميون جايز، ده اللي عايز بعض التفصيل، ازاي الار بي سيز بتاعتي والانتي بوديز بتاعتي ويحصل تكسير ازاي، وليه انا اكون انتي بوديز للار بي سيز بتاعتي، فده هستاذن حضرتك وهقوله برضو لاحقا. ميكانيكال انجري، ميكانيكال انجري بصوا، كاردياك هيموليتيك انيميا فالف بروسيس، واحد ركب اورتيك فالف او ميترال فالف، غير صمام، فلما غير صمام جاب صمام تاني. الصمامات دي يا دكاتره في منها اصناف كتيره جدا حسب المكونات بتاعتها، وفي منها اسعار عاليه واسعار رخيصه حسب المكونات بتاعتها. كل ما يكون الفالف ده كومباتبل مع الجسم، كل ما التكسي، وكل ما يكون ويل بوزيشند يعني محطوط كويس، كل ما يكون التكسير قليل ما يحصلش عليه تكسير، كل ما يكون متكون من ماده مش كويسه، وكمان مال بوزيشند فالف يقوم يحصل عليه تكسير. ازاي الار بي سيز المفروض بتعدي على الصمامات دي فيري سموث، وليها تشير كده، تشير يعني تكسير، تشير كده مش بيحصل غير لو الصمام نفسه فيه مشكله. فاذا حد ركب بروستيتك فالف وجاله بعد ما ركب البروستيتك فالف ده صفرة وراح لدكتور، الدكتور ده لازم يدور ان الفالف ده متكون من ايه وفي نفس الوقت محطوط صح ولا لا، لان كتير من الحالات بيحصل تكسير على الصمام الاصطناعي اللي متركب للانسان. انا هقول بس ما يعني سؤال هسأله، وانا كده كده سايب لكم الواتساب نمبر بتاعي بحيث نعرف نتواصل مع بعض. طب انتوا بقى سؤال لي لحضراتكم، تتصور كده لو احنا غيرنا لحد صمام اورتي، اورتيك فالف ريبليسمنت او مايترال فالف ريبليسمنت يعني فالف بروسيزس، مين اللي يحصل عليه تكسير اكتر، الاورتيك لو كان بروسيزس ولا المايترال لو كان بروسيزس؟ هسيب ده سؤال لحضراتكم، وانتوا كده كده هتتواصلوا معايا بقى على الواتساب نمبر اذا في حاجه مش فاهمينها، او بعض الاسئله كده اللي هسالها لكم في النص عشان اشوف برضو انتوا يعني مركزين ولا لا وهتسمعوا المحاضره ولا لا. طب خلاص عرفت ده ميكانيكال، تكسير ميكانيكي، امال ايه المايكرو انجيوباسيك هيموليتيك انيميا؟ ده الدكتوره زهراء ان شاء الله هتقولها لكم بالتفصيل باذن الله، فانا مش هحتاج ان انا اتكلم عليه. خلينا بقى في حاجه اسمها مارش هيموجلوبينوريا، مارش هيموجلوبينوريا. بصوا يا دكاتره دي ملاحظه، ملاحظه عشان برضو زمايلكم لما شرحت لهم الموضوع ده في الجروب اللي قبليكم كانوا مستغربين شويه. ايه الملاحظه؟ لاحظوا ان في حاجه اسمها ماراثون، ماراثون الناس بتمشي فيه يوم واثنين واحيانا ثلاث ايام متواصل متواصل. فلاحظوا ان العدائين اللي بيشتركوا في الماراثونات دي لما يمشي بقى يوم كامل ولا يومين ولا ثلاثة ويكون ماراثون جري او مشي، ويجي بقى العداء خلص الماراثون وفاز وبعدين يخش التويلت يعمل يورينيشن، يبصوا ويلاقوا اول يورين سامبل ليه نازله ريد يورين. فالعداء كان يطلع يقول للجنة الطبية بتاعة الماراثون والله انا بعد الماراثون عملته وبعدين لقيت في البول بتاعي غامق. فلما سمعوا دي ملحوظة من واحد واثنين وثلاثة واربعة بدأوا العلماء يدوروا، فلقوا ان الار بي سيز بتتكسر في البلود فيسلز او الكابيلاريز اوف ذا لور ليمب، يعني وهو من جاري فترات طويلة بيحصل استجنيشن للار بي سيز في البلود فيسلز اوف ذا لور ليمب، وميكانيكالي لانه بيمشي فترة طويلة او من غير ما يقعد بيحصل تكسير للار بي سيز inside the blood vessel of the lower limb. مش عايز بقى بعض زمايلكم كان يعني بايه بيقول يعني ايه يا دكتور احنا واحنا ماشيين بعد كده نبقى ما ندوسش قوي على الار بي سيز في رجلينا؟ لا يا دكاتره القصه مش كده، الموضوع مش انه انت ماشي تقول يعني لا بالراحه مش هدوس على الار بي سيز بتاعت رجلي، لا الفكره ان العدائين دول بيمشوا فترات طويله جدا جدا، فهو ابرايت بوزيشن فتره طويله، ده يعمل له استجنيشن للبلود في البلود فيسلز اوف ذا لور limb. ده نقطه. النقطه الثانيه انه يا ريت بقى هي خلاص استجننت وخلاص، لا كل شويه بيدوس عليها، فده في الموقف ده بس يحصل لك لو انت مشيت فتره طويله قوي 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 من غير ما تقعد، انما انت ما بتقعد الدنيا بترجع تتصلح شويه، فدول بيمشوا فتره طويله قوي 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 من غير ما يرتاحوا يقوم يحصل هيموليسيز انترافاسكولار ميكانيكالي، تكسير ميكانيكال كانه بيفعص الار بي سيز في البلود فيسلز اوف ذا كابيلرز اوف ذا لور ليمب. طيب دي بقت سهله برضو، ميكانيكال دي سهله. كيميكال سناك فينوم، محدش بقى يقول لي سم التعبان، سم التعبان. وبعدين ده انا اللي هسال حضراتكم بس انا هجاوب ده عشان هو سؤال يعني قديم يعني ما يخصكوش دلوقتي. هو سم التعبان بيموت ازاي؟ سم التعبان حاجه من اتنين، اما يكون نيورولايسز يعني يعمل باراليسز، ده اسمه باراليتيك سناك فينوم، او هيموليتيك سناك فينوم
الهيموليتيك اللي بيعمل هيموليسز، فسم التعبان والعقرب وي وي بيك يا حاجه من اتنين، يا هيموليسز يا باراليسز. فده مشهور جدا ان سم التعبان يعمل كده. طيب ايه رايكم في الليد الرصاص؟ الليد بويزنينج هو كمان يعمل، وهناخد بعد كده ان شاء الله ان الليد بويزنينج يعمل حاجتين، يعمل هيموليسز وممكن كمان يعمل حاجه اسمها مايكروسايتوزيس، مايكروسيتيك انيميا. ده هناخدها ان شاء الله برضو لوحدها، اظن الاستاذ دكتور عاطف هو اللي هيديها لكم باذن الله في الديفرنشال دايجنوزيس اوف مايكروسيتيك انيميا. نفس نفتالين، النفتالين بيليا ده دكاتره نفتالين، هتعملوا نفسكم مش عارفينه، كلنا يعني واهالينا عارفين نفتالين، محدش يعني يعمل نفسه ان هو يعني مش عارف النفتالين بيليا. نفتالين بيليا اللي كان بيتحط مع الهدوم لما ماما بتجيب هدوم الصيف تعينها للشتاء وهدوم الشتاء تعينها للصيف عشان ما يجيلهاش العته. وخدنا الكلام ده في الباره برضو زمان. لكن النفتالين ده بقى لو يعني حاجه كده بتتحط في وسط الهدوم وريحتها طبعا يعني فظه شويه، فاحنا اذا النفتالين ده وصل لحد لا قدر الله وخدوا حد من الاطفال بيعملوه هيموليس. ده كلها دراجز انفكشن، اشهر انفكشن الملاريا. محدش يسأل بقى الملاريا، طبعا الملاريا دي مشهوره جدا، بقول لك ايه الانفكشن اللي بيعمل البارازايت اللي بيعمل هيموليسيس، تقول لي الملاريا على طول. الميتابوليك زي الويلسون ده خدناه في الجي اي تي مش هتكلم عليه، بس انا هقول كلمتين اتنين بالظبط، ان ويلسون ده المريض اللي بيحصل له هيموليسيس لو انتوا فاكرين كان بيبقى عنده، هناخده خدناه زمان وهناخده، كان ده عنده مشكله في الكبر ديبوزيشن، ولما بيحصل كبر ديبوزيشن بيحصل هيموليسيس وبيحصل كمان ليفر سيروزيس، ونفس المريض ده بيحتاج لدكتور الرمد لانه بيحصل له حاجه اسمها كايزر فليشر رينج اراوند الكورنيا، ودي مشهوره جدا، وكان كمان بيحصل له اكسترا بيراميدال مانيفستيشن، فبيروح لدكتور المخ والاعصاب عشان برضو ترسيب الكبر في البيزا الجانجليا. فالويلسون من الحاجات اللي بتعمل هيموليسيز ومعاها حاجات تانية، وفي سكندري كوزز دي كلها حاجات بسيطه. البيرن برضو ممكن يعمل هيموليسيز، هايبرسبلنيزم يعمل اكسترا كورباسكولار هيموليسيز. الكلينيكال فيتشرز بتاعت الهيموليتيك انيميا، انا عارف ان انتوا تعبتوا يعني، خلاص هخلص ويبقى كده خلصت المحاضره الاولى، ناقص لي حاجات بسيطه جدا. بصوا هقول بقى بسرعه، كلينيكال فيتشر اوف انيميا يعني يبقى تعبان، عنده نهجان، كرشه نفس، دي علامات الانيميا عموما مش الهيموليسيس بس، وصداع ولوس اوف كونسنتريشن. بصوا يا دكاتره برضو انا قلت لزمايلكم المعلومه دي وبرضو هقولها لكم تاني، بص الدكاتره وخصوصا الفيميل منكم تبص كده تشوف السيمتومز اللي عندها كلها هتلاقي هي دي جنرال فيتشرز اوف انيميا، مصدعه على طول، بيجي لها كرشه نفس، تعبانه، كلكم والله فيميل وغير فيميل، بس يمكن فيميل اكتر شويه، يجي له نهجان مع طلوع السلم، يمسك الكتاب يذاكر بعد نص ساعه يلاقي نفسه خلاص مش قادر يركز، او ربع ساعه يسمع المحاضره، انا ما كل اللي شغاله دلوقتي بقى لي 22 دقيقه وانا احس ان هو خلاص، يقول لك ده الدكتور طول علينا قوي دلوقتي. فهو لو رجعت الاعراض اللي عندك هتلاقي جنرال فيتشرز اوف انيميا. في جنرال فيتشرز اوف هيموليسيز، ايه بقى العلامات الهيموليسيز اللي قلنا عنده هيموليسيز؟ جوندس، دي كلمه جميله قوي، جوندس، الاندايركت بيلروبين بيزيد، بس خدوا بالكم بقى من الكلمه دي ودي الاجمل، ان جوندس عينه بتصفر، فانت متعود ان اي مريض عينه تصفر البول يبقى غامق، تقول لمريض الهيموليسيز ده هو انت يا بابا لما حصل لك هيموليسيز وعينك اصفرت، قال لي قول لي البول كده لونه ايه، يقول لك يا دكتور لا ده البول بتاعي عادي، ده صفره صفرت يعني جوندس صفرت العين وما صفرتش البول، بقى اسمه نفي كل يوريك، يعني مفيش لون، اكل يوريك جوندس يعني الصفرة التي لا تغير لون البول، دي الصفرة بتاعت الهيموليسيز، لان اللي بيزيد اندايركت بالروبين، والاندايركت بالروبين ده مش بينزل في اليورين يا دكاترة، ما بينزلش في اليورين لانه بقى ماسك في الالبومين، ولذلك ما بينزلش في اليورين، فبيبقى الصفرة في العين بس مش بتظهر في، ما بيبقاش فيه صفرة في البول، يعني البول بيبقى اكل يوريك، فالاكل يوريك جوندس دي بتاعت الهيموليسيس. رقم اتنين هيباتوسبينوميجالي، وانا عايز الطالب المتفوق الفالح الناجح المركز اللي عارف ان الهيباتوسبينوميجالي بتحصل في حالتين اتنين، بتحصل كجزء من الاكسترا ميدالري ريثروبوسيس، نرجع للمصنع القديم، وبتحصل في الاكسترا ميدالري، وبتحصل في الريتيكولو انسيري سيستم هايبربلاجيا، يعني في الاكسترا فاسكولار هيموليسيس. فالسبلين ممكن يكبر كمصنع وكتكسير في نفس الوقت، دي مش غريبه بقى خالص، ما عدا نوع واحد من الانيميا نحفظه، الصم السكل، السكل مش بيحصل فيه سبلينوميجالي خالص لانه بيحصل فيه اوتو سبلينكتومي بسبب ريبيتد انفاركشن، وهنقول ده ليتر اون. رقم اتنين جول بلادر ستون، جول بلادر ستون لما بيزيد البليروبين وبيزيد الكونجوجيشن في الليفر،
والصفرة تنزل بقى فيها بيليروبين زيادة، يقول لك ايه بيحصل ستون. طب انا هفكركم ان زمان كانت الستون اللي بتحصل في الجول بلادر نوعين، كوليسترول ستون وبيجمنت ستون. لو انا قلت لك كده اللي وسألتك بقى هي الستون اللي هتحصل هتبقى كوليسترول ولا بيجمنت، لا هتبقى بيجمنت ستون بسبب زيادة البيليروبين. دي حاجة برضو سهلة جدا. ليج ألسر، بصوا دكاترة هي ملاحظة كده، ملاحظة لاحظوا ان ناس يعني انت تقول لي ايه معلش ايه هيموليسيس، ايه اللي دخل الهيموليسيس في ان يحصل قرحة في رجل المريض؟ يعني بقى برضو بالعقل كده مش ماشية بعضها، هيموليسيس وار بي سيز بتتكسر، ايه اللي جابها؟ هو انا يعني هي دي مميزة لنوع معين من الانيميا اسمه السيكل سيل انيميا، لكن انا هقول برضو ممكن تحصل في اي انيميا تانية هيموليتيك، مش السيكل بالذات، لكن السيكل اكثرهم. وهقول لكم اكسبلانيشن بسيط كده، ان هو بيحصل بعض الناس بيحصل له من الوقفه الكتير لما يحصل هيموليسيز يحصل خروج هيموسيدرين، يحصل ان هيموسيدرين بيجمنت تبقى ديبوزيتد في اللور ليمب. فلما يحصل ديبوزيشن في الهيموسيدرين بيجمنت في اللور ليمب تيشوز اوف ذا سكين اوف ذا لور ليمب يقوم يحصل ألسر عليه. والله انت اقتنعت بالكلام ده، اقتنعت ما اقتنعتش في السيكل يعني هنشرح بالتفصيل القصه دي، لكن هو ملاحظ ان في بعض الناس بيجي لهم هيموليسيس فتقول له وريني رجليك، ولما اقول لك مثلا ده مريض عنده هيموليسيس ايه قيمه اكزامينشن اوف ذا لور ليمب المريض عنده هيموليسيس، تقول لي اه احسن ممكن مع الهيموليتيك انيميا يكون في ليج ألسر. ايه ده انت ما شاء الله مركز وممتاز ممتاز ممتاز. ده لازم تكون يعني غالبا ده بيحصل مع الكرونيك هيموليسيس مش مع الاكيوت هيموليسيس، والالسر دي تبقى كرونيك ليج ألسر وتبقى غامقه وتبقى غامقه. وانا هحاول برضو اجيب لحضراتكم صور ليها بحيث ان انتوا وانت اصلا لو دورت على جوجل ايمج هتلاقي ليها يعني اكتب لور ليمب ليج ألسر ان سيكلر هتبص تلاقي صور كتيره ليها خاص. طيب بصوا بقى اخر حاجه هقولها في الموضوع دوت، ان احنا الكلينيكال فيتشرز بتاعت الهيموليتيك انيميا، المريض بيبقى عنده هيموليسيز وتكسير طول الوقت، لكن ممكن يتعرض لحاجه اسمها ديفرنت تايب اوف كرايسيزس، وديت اللي انا هقولها ان شاء الله عز وجل كمان شويه. طيب في سبيسيفيك فيتشرز بقى يعني دي يعني في علامات انه عنده انيميا عموما، في علامات ان عنده هيموليسيس خصوصا يصفر الليفر والسبلين يكبروا يجي له جول ستون ليج ألسر ويجي له كرايسيزس، لكن ممكن في انواع معينه من الثلاسيميا من الانيمياز ليها كلينيكال بيكتشر خاصه بيها. يعني مثلا الثلاسيميا ليه فيتشرز كده معينه، السيكل بيجي له اوجاع كده معينه، منها ان انت تميز يعني نوع الانيميا اللي موجود. طبعا انا هسيب حضراتكم بقى تناموا شوية وبعدين نبتدي المحاضرة التانية. جزاكم الله خيرا.